مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد. نواصل وإياكم بقية فقراتنا، حيث أضحت حوادث المرور في الجزائر ترعب مستخدمي الطرقات لما تحصده سنويا من عشرات الآلاف بين جريح وقتيل. وآخر ما حصلته هذه الأخيرة هو وفاة 13 شخصا وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث اصطدام بين شاحنة ذات مقطورة وحافلة لنقل المسافرين تعمل على الخط الرابط بين سيدي بلعباس سمغون بولاية البيض. مشاهدين، للحديث عن حوادث المرور في الجزائر والتي باتت ترهق أرواح العديد من الأشخاص، نسعد باستضافة السيدة فاطمة خلاف المكلفة بالإعلام بالمندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات. صباح الخير سيدتي. صباح الخير نزيهة، شكرا جزيلا. شكرا لك أنت أيضا سيدتي على تلبية الدعوة. ونربط الاتصال مشاهدين عبر الهاتف بالنقيب نسيم برناوي المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية. صباح الخير سيد نسيم. صباح الخير الأخت الكريمة، وصباح الخير لضيفة فيكي. كل الشكر لك. إذا نبدأ معك نسيم، يعني بما أنه الحادث كان التدخل الأولي لمصالح الحماية المدنية، لو تعطينا أكثر تفاصيل حول هذا الحادث الذي وقع بولاية نعامة وخلف 13 قتيلا و7 جرحى. طبعا تحية مجددة. فيما يخص تفاصيل الحادث، طبعا نداء الاستغاثة الثانية كان على مستوى الساعة 2:30 بعد الزوال أمس على مستوى مركز التنسيق العملي للنعامة. فورا تم تدخل يعني وحدات حماية مدني، خاصة وحدات ثانوية لمشرية وكذلك من ولاية البيض، ثم لدائرة البيض، وتبعها إمكانيات من البحث الرئيسية للنعامة. طبعا في مثل هذه الحوادث ندرك تماما نحن أن الوقت يعني يداهمنا، لانه خاصه حافله نقل المسافرين الصغيره وكذلك الشاحنات التي تكون محمله يعني خاصه من بحمل ثقيل جدا، غالبا ما تؤدي الى كارثه، تؤدي الى كارثه. طبعا هذا التصادم المباشر يعني للاسف يعني حال الجميع، شاهد حال الحافله وجميع شاهد يعني حال الشاحنه، رغم ان قوه الشاحنه وكبر الشاحنه الا الاضرار كانت الماديه كانت كبيره جدا. هذا ما يفسر ان مباشرة أن حيكون هناك عدد كبير من الوفيات. طبعا هذا أخذ بالحسبان، للأسف يعني تدخل أول عند إخراج الضحايا اتضح أن كان عدد كبير من الوفيات، واتضح أن كان عدد كبير من الإصابات كانت بليغة جدا، من إصابات صعبة جدا، من يعني حتى كانت هناك صعوبة كبيرة في إخراج يعني المصابين من دار تعاون الحماية المدنية. أن التدخل هذايا لازم أن نحاذروا على المصابين، أن نعطيهم فرصة النجاة وما ضعفوش من الإصابات. هذا من الصعب من المهمة بسرعة نوعا ما في التحويل، والعدد كبير للوفيات. تم تصنيف الاستعجالات يعني خاصة تحويل المصابين، وأكدت الوفيات يعني في عين المكان كانوا 9 وفيات في عين المكان. بداية كانوا 9 وفيات، وكان هناك تحويل للمستشفيات من طرف، خاصة في البداية كان هناك تحويل من طرف الخواص، يعني من طرف المواطنين. أنا يعني غير الفرصة في مثل هذه الأمور، في مثل هذه الحوادث، أنا يعني ننصح المواطنين أنهم يتفادوا يحولوا المصابين، أنه هناك فرق خاصة، فرق حماية مدنية مؤهلة أنه الإصابة تكون بليغة، وأي حركة خاطئة يعني راح نقوم بحبس للمصاب، أو ممكن أن المصاب يدوب فارق في الطريق. طبعا ماهوش سياره ماشي مجهزه بالاكسجين اما شبادات، هذه يعني بين قوسين. 9 وفيات، ثم الحصيله يعني تضحت ان كانت 12 وفاه يعني كحصيله نهائيه، ثم بعدها كانت هناك حاله وفاه على مستوى المستشفى من جراء الاصابات البالغه لتكون يعني على الحصيله 13 وفاه و 7 جرحى. منها يعني من 13 وفاه كاين يعني 12 وفاه اللي كانوا في الحافله ووفاه شخص اللي كان في الشاحن. نعم، يعني ونظرا لحجم الخسائر المسجلة، يعني سواء كانت الخسائر بشرية أو مادية سيد نسيم، إلى ما ترجع هذه الأسباب؟ حسب يعني المعطيات الأولى مع الزملاء في نعامة، وحسب الشهادات اللي قدمها سائق الشاحنة بانتظار يعني تقرير رسمي للأسلاك الأمنية، يعني هذا هو التقرير الصحيح. نعم. ويقول انه يعني احد اطارات الشاحن العجله الشاحنه انفجر، ما ادى الى انحراف الشاحنه ثم يعني انصدام مباشر. هذه الشهاده الاولى، لكن ممكن في بعض الامور تكون في بعض الحين تكون شهادات خاطئه، لذا لا تعتمد عليها، وتقرير صحيح. هم البرق الوطني والشرطه اللي عندهم تجربه كبيره في هذا المجال ويحدوا الاسباب يعني. وانا قلت امس يعني في تدخل، ممكن هذه التصادمات المباشره تكون اما نتيجه عن يعني سوء تقدير المسافه بتجاوز خطير او تجاوز في منعرج، او يعني خلل او عطب في احدى المركبات سواء الشاحنه او الحافله،
خاصه انفجار الاطارات الذي يؤدي في بعض الاحيان الى الانحراف وفقدان السيطره على المركبه ثم التصادم المباشر. انه طريق وطني صحيح، لكن يعني الطريق الوطني دي ماهوش مزدحم بالمرور، يعني ماهوش مزدحم كثير بحركة المرور، الا يعني نظل نتساءل انا معي شخصيا، انا نظل نتساءل انه في خاصه على مستوى الولايات الساحليه، الولايات الصحراويه وشبه الصحراويه، ان تحدث مثل هذه المجازر صعب كبير انه يتقبلها الانسان في طرق تكاد تخلى من الحركه، يعني خاصه يعني في لو في الليل نقولوا ربما عامل النعاس او عامل طبعا حتى سائق الحافله ماهوش بين الولايات، انه بين يعني صحيح المسافه ماهيش طويله كثير طبعا. ممكن انه سائق شاحنه ممكن يكون المصاب بتعب، انه ما نعرفوش الشاحنات يعني من ولايه لولايه، عوامل كثير حيفصلها يعني التقرير او البحث، يعني البحث او التحري اللي يقوم به المصالح الامنيه، ومهم جدا ان يتم اعطاؤه يعني للراي العام ويتم دراسته حتى يعني توجد حلول. نعم. هناك يعني توجد الحلول وتوضع في ارض الواقع لتفادي مثل هذه الحوادث المروريه التي يعني تفوت العشر وفيات، لانه تضر وترفع من الحصيله السنويه. نعم، وماذا عن سائق الحافله سيد نسيم؟ ربما تحدث عن انه سائق الشاحن يعني كان قدم يعني شهادته بخصوص هذا الحادث المأساوي الذي عاشته الجزائر يعني يوم امس. طبعا فيما يخص يعني سائق لانه للاسف حادث مرور فيه وفيات، يعني راح يكون يعني عند الزملاء في الدرك او في الشرطه لمواصله التحقيق. وطبعا عارف في القانون انه يعني لما تكون عندك وفيات ويعني او في بعض الاحيان اصابات تكون عندك وفيات، القانون انه يلزم انه فيه سجن، فيه سجن يعني خاصه وفاه واحده وفي بعض الاحيان اصابات، يعني اصابات بالغه عن الماء القانون يقول لك سجن، وما دراك انه تكون 12 حالة وفاة اذا كان يعني مذنب ومخطئ والقانون واضح، او اذا كان يعني خلل او في المركبه حيكون ربما يعني حتى الاسلاك الامنيه في خبرتهم حيقدر يقول لك انه الاطار اذا كان قديم ولا ما غيروش الاطار جديد كان فيه خلل، يعني يجب انتظار تفاصيل التقرير وعمليه التحري لمعرفه ما يمكن ان يقوم به القضاء تجاه المتسبب في هذه المجزره المروريه. نعم، إن شاء الله يعني تعازينا القلبية الخالصة لعائلات الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل يعني لكل المصابين في هذا الحادث المأساوي. نبقى دائما يعني في حديثنا عن هذا الحادث السيد نسيم، يعني نتحدث يعني عن هذه الحصيلة الأخيرة، يعني في يوم واحد 13 قتيل خلال هذا الحادث الذي وقع بولاية أنعام، لو ربما تعطينا الحصيلة المسجلة خلال السنة أو خلال الثلاثي الأخير، لو نعمل مقارنة بالسنة الماضية من خلال تدخلاتكم الميدانية. حصيلة ال 24 ساعة الأخيرة اليوم راهي 19 وفاة و 235 جريح، منها حصيلة العام 13 وفاة، وعندك شخصين متوفين في تيبازا وشخص في وهران، وعندنا شخص كذلك في الجلفة والعاصمة وشخص آخر على مستوى ولاية بدنة. منذ بداية السنة للأسف نتكلم فيما يخص عندنا 38523 تدخل، 38523 تدخل على عبر الآلاف حوالي في المرور. الوفيات في عين المكان 1222 شخص متوفي في مكان الحوادث، يعني قوة التصادمات أو الانحرافات، يعني لما يلحق عمل حماية مدنية نلقاو الأشخاص متوفين، والإصابات 45747 إصابة. من ناحية الأشهر يعني أكثر أشهر تسجيلا للوفيات في عين المكان هو شهر جويلية 213 حالة وفاة، تليه شهر ماي 165 حالة وفاة، ثم شهر مارس 153 حالة وفاة، أما شهر أوت فكان هناك 136 حالة وفاة، وحاليا منذ بداية سبتمبر إلى غاية اليوم 72 حالة وفاة و2300 شخص مصاب. إذا في قراءة يعني مقارنة بالسنة الماضية، سنة 2020 أخي الكريمة هي سنة استثنائية وليست معيار، أنه الضغط الصحي والإجراءات اللي قررتها الدولة الجزائرية من حجر صحي حجر منزلي منع تنقل بين الولايات في غالب الأحيان خلى أنه أن حوادث المرور تكون قليلة، لكن هنا نقطة مهمة جدا لأشار لها كل الخبراء حتى زملائنا يعني على مستوى المندوبية الوطنية اللي نشكرهم على العمل اللي يقوموا به. أدركنا أنه هناك علاقة وطيدة بين كثرة حركة المرور وارتفاع في حوادث المرور، يعني لما تكون عندك كثافة في شبكة الطرق الجزائرية إلا وترتفع حصيلة حوادث المرور، هذا خطأ، ما يعنيش أنه لما تكون عندنا حركة كبيرة ما
لازم يكون عندنا حوالي 9. يعني هذا ما يفسر انه لما نتكلم عن العنصر البشري يقول لك الناس راكم تتهموا في العنصر البشري. يعني هنا انه علاقه وطيده بين العنصر البشري وواقع حوادث المرور في الجزائر. يعني لما تقول للحركه ما كاينش حوادث مرور كبيره، واني في بعض الاحيان لما شفنا غياب الحافلات وغياب الشاحنات عن حركه المرور يعني تقريبا اختفت هذه الحوادث المميته. 12 وفاه او 13 وفاه او 19 وفاه تقريبا اختفت لما عادت حركه المرور الى طبيعتها وعادت الحياه الى طبيعتها، الا وتذكر المواطن التهورات والتصرفات وعدم احترام قانون المرور والمناورة الخطيرة والمجلفات. الآن حاليا الجميع يسوق، نقولها صراحة اليوم نقولها صراحة الجميع راهو عنده سيارة وراهو يسوق، والجميع راهو يلاحظ التهورات الموجودة في الطرقات الجزائرية والتي هي غالبا ما ينجم عنها هذه الحوادث المميتة. إذا الآن الفكر السائق ما نقولش كاع عامة، لكن فئات معينة من المجتمع وأعمار معينة من المجتمع لا تهم لا يهمها السلامه المروريه ولا تعنيها السلامه المروريه ولا تعنيها الحملات السياسيه ولا يخافون اصلا من الردع. الان يجب وضع ميكانيزمات واليات اخرى الان لمواجهه هذه الفئه المتسببه في حوادث. نعم، يعني وكان نصائح تقدمها مصالح الحمايه المدنيه السيد نسيم، يعني في ظل هذه الحصيله الثقيله التي سجلت فقط يوم امس، يعني والحصيله تكون يعني اثقل عندما نقارن يعني هذا الحادث بحوادث اخرى نسجلها طيله السنه. والله شوفي النصيحه الاولى الان انه رانا نعزيو اهل الضحايا خاصه المصابين ربما راح يصابون باعاقه حركه او ضحايا حوادث المرور. كلنا معرضين ان نكون ضحيه حادث المرور في اي وقت في الجزائر. الان انا النصيحه للمواطن الاولى اذا شفت تهورات عليك التبليغ. هناك مصالح امنيه، هناك ارقام خطراء نبلغ عن التصرفات الخطيره، ربما لانه ما تسببش انا معايا حادث مرور راح يتسبب في ازهاق عائلات او حياه اشخاص او اخرين او ربما جي دوري انا. هذه الاولى. ونصيحه ثانيه، كلنا معلومين معنيين بالسلامه المروريه، خاصه نتكلم عن الاولياء. الاولياء اللي يمدوا السيارات تاعهم للاطفال. فئة معينة بين 19 إلى 30 سنة و 25 سنة. اللي الطفل ما على بالكش كيف يسوق، ما على بالكش واش يدير بالسيارة، ما على بالكش وين التهورات اللي يدير فيها والمناورة الخطيرة وحتى في بعض الحين حتى المشاحنات لم يقوموا بها مع بيناتهم في الطرقات. هذه ردوا بالكم، راقبوا أولادكم، راقبوا أولادكم لما تتأكد بلي أنه الطفل أو الطفلة راهي تسوق كما يلزم الحال تم نقدر نعطيها سيارة، لكن ما تأكدش ما تكونش سبب في تعرض ابنك الى الوفاه او ان يكون احد الاسباب في وفاه اشخاص اخر. بالاضافه خاصه ارانا مقبلين على موسم الشتاء، موسم الخريف، ونعرفوا ان العلاقه بين حوادث المرور وسوء الاحوال الجويه هي تاثر تحت هناك امور تدابير وقائيه يجب التقييد بها، خاصه يعني تخفيف في السرعه، تاكد من مناقبه السياره، تصليح الاعصاب وكل خلل في السياره، هذه يعني امور تندار يوميا يجب ان تصبح ثقافة مرورية عن كل مواطن وعند كل سائق. نعم، ونتمنوا أنهم فعلا يأخذوا بهذه النصائح. كل الشكر لك السيد نقيب نسيم برناوي المكلف بالإعلام بالمدير العام للحماية المدنية على كل هذه التوضيحات والنصائح المقدمة من طرفكم. كل الشكر لك سيدي. عفوا، شكرا. إذن مشاهدينا نبقى دائما في الحديث عن هذه الحصيلة الثقيلة التي سجلت يوم أمس بولاية النعامة، ونتحدث يعني بصفة عامة عن حوادث المرور في الجزائر. إذن نرحب بك مجددا السيدة فاطمة خلاف المكلفة بالإعلام بالمندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات. إذن حوادث المرور يعني كان آخرها حادث ولاية النعامة الذي سجل 13 قتيلا وسبعة جرحى، وربما الحصيلة المسجلة مسجل الارتفاع عفوا السيدة فاطمة. إذا لو نتحدث عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الحوادث، يعني كان النقيب نسيم برناوي أعطانا ربما مجموعة من الأسباب، يعني هل في هناك أسباب أخرى يعني كانت قد ربما وصلت إليها المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات من خلال دراساتكم الميدانية لما يجري في طرقاتنا اليوم؟ أولا شكرا على الاستضافة النزيهة. قبل ما نبداو في الحديث عن حوادث المرور لازم نوقفوا يعني دقيقة صمت أمام الأرواح اللي راحت أمس 13 ضحية، يعني في لحظة من الزمن يعني شيء ما يتقبلوش العقل. باسم المندوبية الوطنية للأمن في الطرق نقدم خالص التعازي والمواساة لأهل الضحايا
ربي يعطيهم إن شاء الله الصبر والسلوان والشفاء العاجل إن شاء الله للمصابين الجرحى. لما نتحدث على أسباب حوادث المرور لازم نعرف أولا قبل كل شيء أنه حادث مرور لازم تتهيئ له عدة ظروف وعدة عوامل باش يقع هذا الحادث. يعني يقدر تكون في الواجهة نشوفه سبب واحد، يعني نرجع الحادث إلى سبب واحد، لكن اليوم أصبح من الضروري نتعمق في أسباب حوادث المرور. يعني لازم نعرف أنه هناك أسباب أكثر دقة لازم نلحقوا لها باش نلقاو الحلول اللي تكون عندها نجاعة أكبر. يقدر يبان في الواجهة مثلا حادث مرور الإفراط في السرعة، لكن لو وش اللي خلى السائق يفرط في السرعة؟ وش خلى السائقين بصفة عامة ولا فئة من السائقين يتبنوا هذه السلوكات المتهورة أثناء السياقة؟ سلوكات متهورة إلى درجة أنه سائقين محترفين، لما نتحدث مثلا على حادث أمس سائقين محترفين، سواء كان سائق الشاحنة نصف المقطورة أو سائق الحافلة، يعني اللي من المفروض أنهم يكونوا قدوة في السياقة أولا وقبل كل شيء، من المفروض أنهم تكون عندهم كفاءة عالية في السياقة ومسؤولية ووعي كبير وكبير جدا، لأنها مهمة صعبة أنك تكون مسؤول على هذا الصنف من المركبات اللي لو تورطوا في حادث مرور تكون الحصيلة كارثية كما شفناها أمس. إذا احنا لما نتحدث على أسباب حوادث المرور اليوم راه الاتجاه نحو معرفة الأسباب الأكثر دقة، يعني ليست الأسباب العامة ولكن تفاصيل هذه الأسباب واش يخلي حوادث المرور يعني تسجل بهذا الريتم أو بهذا العدد الكبير، سواء في عدد الحوادث وخاصة في عدد الضحايا، لأنه لما نتحدث على حدث الضحايا نتحدث على خطورة حوادث المرور. نعم أكيد السيدة فاطمة. يعني لو نتحدث عن جانب من حادث ولاية النعامة، يعني الحصيلة كما سبق وذكرنا دائما هي حصيلة جد ثقيلة، يعني كان تحدث ربما النقيب نسيم عن أنه سائق الشاحنة يعني قدم الشهادة تاعه، يعني كنا ربما نتحدث عن سائق الشاحنة وتحدثت الآن يعني عن المسؤولية، يعني هي الحصيلة ثقيلة، المسؤولية جد كبيرة بخصوص ما وقع يوم أمس. لو كان نتحدث عن هذا الجانب فقط السيدة فاطمة عن الضمير المهني لسائق هذه الحافلة، يعني العدد كبير دائما يعني الذي يركب يعني هذه الحافلات، يعني هل هي اليوم هذه الحافلات أصبحت يعني مصدر خوف مصدر قلق للجزائريين، أم أنها أصبحت ربما سلاح فتاك يعني يفتك أرواح الجزائريين؟ هي صحيح أنه أصبحت الطرقات بصفة عامة مصدر قلق للجزائريين نظرا للسلوكيات المتهورة لفئة من السائقين، كما قال الأخ نسيم برناوي فئة معينة من السائقين اللي هي الأكثر تورطا في حوادث المرور، وهي الفئة اللي بين 18 و29 سنة، يعني فئة الشباب بصفة عامة. وهذه الفئة ربما اللي لما تلقيها تسوق صنف من المركبات اللي هو يحتاج إلى تأهيل عالي وإلى الإحساس والشعور والإدراك بالمسؤولية يكون كذلك كبير، هنا لما يكون مخالفة لقواعد وقوانين المرور ينجر عنه حادث مرور، تكون الحادث يكون مأساوي. ما نتحدثوش على حادث النعامة لأنه حادث النعامة التحقيقات لا تزال جارية، ما نقدرش نتحدث عليه بدقة، لكن نتحدث على حوادث مرور كانت مشابهة، يعني سيناريوهات مشابهة شاهدناها فقط في خلال شهر جويلية من سنة 2021، حادث مرور قسنطينة، حادث مرور برج باجي مختار، حادث مرور غردايا وين كانت الحصيلة كارثية. يعني نفس الأسباب تقريبا نجدها تعود إلى العامل البشري، وهذه حقيقة يعني ملموسة، حقيقة ميدانية، حقيقة يؤكدها أو تؤكدها تحقيقات مصالح الأمن سواء كان دارك وطني أو أمن وطني. العامل البشري للأسف الشديد لا يزال يتسبب في وقوع أكبر عدد ممكن من حوادث المرور. لما نقول العامل البشري نقول لا وعي، نقول عدم الإدراك بخطورة التصرفات والمخالفات لقواعد وقوانين المرور، نقول الثقة الزائدة ربما سواء في كفاءة السائق أو في المركبة اللي يسوقها، لأنه سائق لما يكون يسوق شاحنة مثلا أو شاحنة نصف مقطورة ربما عنده هذه الثقة الزائدة أنه راهو في مركبة يعني ضخمة، مركبة كبيرة، يعني مركبة ذات تعطيه نوع من الشعور بالأمان.
وأنه الأولوية له أثناء استعمال المركبات، كذلك بالنسبة لسائقي النقل الجماعي. ربما هذه العوامل كلها المتداخلة لما نضيفوا لها نقص الوعي ونقص الإدراك بخطورة هذه التصرفات واللا مسؤولية أثناء السياقة، أكيد أنه خطأ بسيط لربما يشوفوا السائق خطأ بسيط أكيد. لكنه في الحقيقة ينجر عنه حادث مأساوي للأسف الشديد. نعم، نبقى في هذه النقطة فقط السيدة فاطمة، لكن نروح فاصل قصير ثم نواصل مشاهدينا الحديث، ابقوا معنا لنذهب بعيداً.